السلام عليكم، مساء الخير على جميع. مزاج جديد، ربع تويوتا اف جي 40 موديل 84. طبعا الموتر ما هو 10 من 10 او سيارة يعني تقدر تقول معارض او متاحف، لا، سيارة استخدام جول استخدام بسيط في الويكند، استخدام يومي كذلك. بس قرب نوريكم كل شيء. مجدد الصبغ ما هو 10 من 10، لكن لا يوجد مشاكل من هنا، يعني لا يوجد ضربات، العلامات مش موجودة هنا الأمامية. قرب عندكم من بعض الأشياء، الربل هذا مش ربل، يعني شيء بسيط وتقليدي. هذه أولا راح نوريكم الداخلية، مجدد مفحوص. في ملاحظات في الصبغ، صبغ جديد بس مو 10 من 10 أبدا، وليس سيارة معارض أو متاحف. لكن اللي يبغى يجدد، اللي يبغى يرهم، اللي يبغى يعدل، اللي يبغى يرجع وكالة بإمكانه. طبعا أريهم من هنا، هذه الداخلية. المقاعد زي ما انتم شايفين مقاعده السابقة الأصلية ما تغيرت، اللهم في ملاحظات. نشوف أريهم من جوا من هنا زي ما انتم شايفين. من هنا صاحبه لبسوا تلبيسة للحماية وشكل أفضل. عندكم ملاحظات في السيت هنا، هذه داخلية السيارة، سقف منجد. طيب تعالوا معنا أوريكم الجهة الثانية. طبعا سجن قديمة هنا، مجدد الصبغة من هنا كذلك كامل. شوفوا داخلية السيارة ملبس على المقعد الاصلي، المقعد الاصلي زي هذا بس معدوم زي ما انتم شايفين من هنا، زي ما انتم شايفين من هنا، فلبسه صاحبه الاساسي. تقدر تستخدم مجدد مفحوص. هذه داخليته من هنا، الطاره هواء، باين انه كان مكيف بس مو موجود قدام. هنا الداخليه، طبعا مكان الرادي زي ما انتم شايفين. هذه كان مكيف، اللي يبغى يركب له مكيف كومبرسر. ملاحظات القزاز زي ما انتم شايفين من هنا، البوية يعني من هنا. هذا معدل طبعا مو تبع الاصل بس القزاز هندل، انتم شايفين يطلع وينزل. الربل، ربل يعني عادي وتقليدي جدا. طيب نوريكم من هنا العلامة، هذه مش موجودة حق التويوتا اللي هنا، بس هنوريكم من الملاحظات كذلك. تعال هنا، في بعض الدق هنا زي ما انتم شايفين، العلامة الأساسية هذه مش موجودة في التويوتا. أوريكم الماكينة، ماكينة الأساس اللي يجيكم راس واحد 2F، ما شاء الله باين عليه كاربريتر جديد هنا. تعال أوريهم من هنا، هذا كاربريتر جديد، اللي يبغى يستخدم استخدام عادي، واللي يبغى يجدد، اللي يبغى يخليه زي ما هو. هذه علامته هنا كذلك، ماكينة شاصي. هذه رقم الشاصي دائما يجيكم هنا في التويوتا، يجيكم الاف جي 40 والاف جي 45 الشاص، وهذا رقم الشاصي هنا. طبعا في الاستمارات يكتبون لك هذا الرقم بس اللي هنا، عادة ما يكتبون لك هذا. الشاصي سليم، يوجد مشاكل، اللهم في شيء بسيط من قدام زي ما انتم شايفين، هذا التعديل فقط، لكن الكشافات موجوده، صدام تمام. اي استفسار يعني راح نحط لكم المزاد لمده 4 ايام، ونحط ارقام الجوال سواء في اليوتيوب او في موقعنا الرسمي صفقه.sa او صفقه اوكشنز في الانستغرام. هذا الموتر من اسفل مرشوش للحماية، راح نصوره لكم من اسفل كذلك، والمزاد لمدة 4 ايام، راح يكون بسعر طيب ان شاء الله. للي يبغى يسوق ياخذه في البر، عند حلال، عند البيت، روحات جيات، وراح نصور لكم من اسفل الان. عندكم البريك، لمبة البريك شغالة، فليشر امامي، يسار، يمين. طيب هذا شغال يسار،
انتم شايفين يمين شغال، خلفي وكذلك الامامي شغال. الامامي شغال، المفروض هاي تشتغل. اي استفسار حياكم الله. هنا اسفل السيارة للتويوتا الربع موديل 84. هنا باين في رش مقدمة السيارة من هنا زي ما شايفين. وعندكم الدفرنس هذا لا يوجد مشاكل، ما اشوف فيه تهريب. شاصي من هنا مرشوش، لا يوجد قص او لحام. كذلك من الجهة هذه، من جهة الشاصي الثاني. طبعا انتم عارفين الموتر مو هو 10 من 10، اكيد يوجد بعض الملاحظات. هنا اسفل السيارة ما في تهريب، يمكن جهة الماكينة الصوف اللي هنا يمكن لا يوجد تهريب. من هنا البودي سليم مرشوش من هنا باسود. الشاصي لا يوجد مشاكل من هنا، انتم شايفين. الاكزوست قديم باين عليه، من هنا جديد. الشكل مال اللي من هنا المفلر قديم زي ما انتم شايفين. الدفرنس الخلفي مرشوش. هذا البودي تبع السيارة. اي استفسار الشخص يبغى يزود على السيارة، جميع الارقام راح تكون موجودة اذا شفت الفيديو في نفس الاعلان، يعني اعلان اليوتيوب او فيديو اليوتيوب او فيديو الانستغرام. يعني الشاصي من برا لا يوجد مشاكل زي ما انتم شايفين. وراح ناخذ صور كذلك اضافية وتوضيح اي شيء مو واضح لكم ان شاء الله.